اكتر من نص كيلو مع بعض زي ما انتم شايفين، من غير زق بالايد ولا مساعدة الاهالي. بسم الله ما شاء الله، مع بعض هنشوف الطريقة. يلا بينا، اهم حاجة يكون المكونات دي موجودة عندك. سهلة جدا الطريقة. اول هام هنجيب علبة الزبادي، زيت، حبة البركة لو موجود، شوية لبن بودرة لو امكن. طبعا فترة الصيف الكل بيعاني من رفع الزغاليل وحجم الزغاليل والرفيع. طبعا مع بعض هنشوف الطريقة بالتلات مكونات دمت لو موجودين، وممكن بالمكونين بس. اول هام هنجيبها الكلفة بتاعتنا، طبعا لازم ان الكلفة بتاعتنا تكون متناسقة. طبعا في الكلفة بتختلف، كلفة الصيف عن كلفة الشتاء. الكلفة بتاعتنا يا جماعة عبارة عن ذرة اصفر، فول، قمح، بسلة. زي ما انتم شايفين مكوناتها قدامكم اهيت يا جماعة. طبعا بنجيب الحجم اللي احنا او الكمية اللي احنا عايزين نأكلها للحمام يومها، لان ما ينفعش نعمل الخلطة ونركنها. هو انت هتعمل الخلطة ديت لأكل اليوم، يعني مثلا انت هتأكل النهاردة 3 كيلو، يبقى هتعمل على حجم 3 كيلو. هتأكل كيلو، يبقى هتعمل على حجم كيلو، وهكذا. هنجيب علبة الزبادي معانا. طبعا مكونات الزبادي وأهمية الزبادي عايزة حلقة لوحدها. هنفضي علبة الزبادي على الكلفة بالطريقة زي ما انتم شايفين. هنبدأ نفضي. انا جبت علبة كبيرة على قد انت بقى الاكل اللي عندك. لو عندك كمية زغاليل شوية طالعين، ممكن تجيب علبة صغيرة على نص كيلو كلفة او علبتين. انا جبت علبة كبيرة عشان تكفي الزغاليل كلها. متنساش تدعمنا، تشترك في القناة لأول مرة تشوفنا يا جماعة. لو انت متابعينا شرف لينا طبعا متابعتكم. وبتبدأ تخلط خليط بتاعك، الا هو الزبادي بالكلفة كويس جدا، بتمزج مزج كويس زي ما انتوا شايفين كده. بتخلط الزبادي كويس جدا في الكلفة لحد ما يبانش ان احنا حاطين عليها زبادي اصلا. لازم الزبادي الكلفة تشربها، تشرب فيها. طبعا ده مكون يا جماعة أهميته جميلة جدا، وهتشوفوا بعد ما تجربوا النتيجة ديت هتشوفوا الفرق، وهتشوفوا ازاي الزغلول بيتحول من ضعيف لهزيل الى قوي ومليان لحم. حتى طعمه في الذبح بيبقى جميل جدا لو انت بتذبح. طبعا لو امكن عندك شوية لبن بودرة من بتاع الاطفال لو امكن. انا عندي علب ما كنتش بستخدمها، فاضطريت ان انا احط منها. لو امكن لو عندك حط، ده فيه نسبة بروتين عالية جدا جدا للزغاليل اللي لسه طالعة، يعني عمره يوم. ده بتعوضه اللبة بتاع الاهالي بيبقى الضعف. لو عندك شوية زيت، حبة البركة، طبعا فيه شفاء من كل داء. حط معلقة صغيرة مش كتير، يعني متكترش. وهتبدأ تخلط بقى الايه زي ما انتوا شايفين، زيت، حبة البركة، بشوية لبن بودر. وده المكون ده يا جماعة اللي في كل بيت، المكون ده في كل بيت خميرة. انا جايب خميرة بيطري. لو انت عندك خميرة مش بيطري، يعني انت لو عندك خميرة عادية من بتاعة البيت حط، مش مشكلة. لو هتحط على مثلا على اكل اللي انا عامله ده، الـ4 كيلو دمت،
ممكن تحط لهم باتنين جنيه او تلاتة جنيه خميرة. انا بحط معلقتين على الاكل ده من الخميرة البيطري. انا بستعمل الخميرة البيطر، اي خميرة بقى، خميرة بيطري، خميرة فورية، خميرة بيرة، اي خميرة عندك. الخميرة طبعا يا جماعة بتحول حجم الزغلول، بتخلي البكتيريا النافعة تشتغل بطريقة رهيبة. انت هتلاحظ الفرق لو استعملته او استخدمته الطريقة ديت، هتلاحظوا الفرق جدا 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 في حجم الزغلول وفي الاهالي وفي صحة الاهالي. يعني هتلاقي بسم الله ما شاء الله، اذكر الله، هتلاقي بسم الله ما شاء الله حجم الزغلول وحجم الاهالي بيفرق معاك جدا جدا بعد الخلطة ديت. طبعا بتمزج بقى المزيج بتاعك، بتقلب التقليب بسم الله ما شاء الله كده كويس، بتحس ان مفيش حاجة ما تكونش اتقلبت. بتقلب خميرة على زيت حبة البركة، لو عندك معلقة لبن بودرة، انا كان عندي علبة لبن بودرة اطفال مستعملهاش، قلت اخلط منها وخلطت منها وشفت الناتج. طبعا هتعوض الزغلول لبى الحمام، لان طبعا انتوا عارفين ان لبى الحمام الزغلول لسه طالع بيكون حجم الزغلول هزيل، فاللبى ده بيقومه بسرعة جدا. وطبعا بتقلب تقليب تام بحيث ان هو يشرب زي ما انت شايف كده، بص، زبادي بخميرة بمعلقتين لبن بودر بشوية زيت حبة البركة معلقة، وانت هتشوف تحويل تام للزغليل. يعني هتلاقي الزغلول، وانا وريتكم في اول الفيديو طبعا حجم الزغلول اهو يا جماعة، بصوا كويس، يعني ده زغلول لاحم فرنسي. طبعا في ناس بتزق بزغطات، وانا برفض الطريقة ديت. ممكن تزغط لو في حالة ان الاهالي ما بزقش كويس، طبعا انا بزق لما يبقى فيه فرد الاهالي مش قادرة تقومه، او اهالي حصل عندها مشكلة. طبعا لازم تكون بتعرف تأكل الحمام من عمره يوم. وزي ما انت شايف كده الزغلول اهو بسم الله ما شاء الله يعدي النص كيلو، والحمد لله بأكل طبيعي ما نزقتوش ولا حاجة. وزي ما قلت لكم الخلطة عبارة عن خميرة ولبن بودرة، لو امكن لو فيه فيش لبن بودرة يبقى علبة زبادي على معلقة خميرة، وتقلبهم على الكلفة اليومية، بس ما يكونش فيها علف، لان العلف لو فيها على الكلفة علف هتبدأ تفرق. متنسوش تشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا، وشكرا على حسن متابعتكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.